بعد رجعتوا لنا مره ثانيه معانا كباتن كبار، كباتن بيحققوا انجازات في النادي الاهلي، لازم نحط عليهم الضوء. ليه نحط عليهم الضوء؟ لان هم لسه عندهم بطولات، عندهم قطاع ناشئين وقطاع براعم، هو القطاع الاهم اللي احنا بنفرزه عشان نطلع لفرق الدرجه الاولى في النادي الاهلي. خلينا نرحب بيه كابتن كريم ابو الخير، كابتن مواليد مدرب مواليد 2007. كابتن كريم صباح الخير. كابتن خالد اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ تمام الحمد لله. نرحب بكابتن مي نصر وشين وشهرتها وشين، وكانت نجمه كبيره وكابتن النادي الاهلي. خلينا نرحب بيها كابتن مي، مساء الخير. مدربه مواليد 2009 مظبوط؟ تمام. سنة سعيدة عليكي ان شاء الله باذن الله. خلينا نرحب باخر ضيفه عندنا وكابتن كبير وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، كابتن حنان عيد، وهي مدربه مواليد 2005. كابتن حنان مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد، منورانا حبيبي. ربنا يعزك. ربنا يكرمك. شرف ليا اكون مع حضرتك يا رب حبيبي. نخرج تقرير عن فرق الهاندبول في النادي الاهلي وترجعوا لنا مره ثانيه. امتدت مسيرة النجاحات الأهلاوية في قطاع السيدات لكرة اليد خلال الأعوام الماضية وتستمر حتى الآن، وما تسعى الإدارة الحمراء لاستمراره في السنوات المقبلة بتجهيز قطاع قوي قادر على المنافسة على كل البطولات وإمداد المنتخبات الوطنية بالعديد من العناصر المميزة. الأهلي يتصدر الترتيب العام لدوري عمومي سيدات اليد برصيد 40 نقطة عقب نهاية الدور الأول، فيما يحاول اللحاق به فريقا الشمس وسبورتينج برصيد 38 نقطة. ضيوفنا اليوم هم الكابتن كريم أبو الخير، الكابتن حنان عيد عبد الملك، الكابتن مي عبد المجيد. هم مدربو قطاع الناشئات لكرة اليد بالنادي الأهلي مواليد 2005، 2007 و2009، الذين حصدوا العديد من البطولات مع انطلاق الموسم الحالي. ففريق تحت 2005 حصل على بطولة الجمهورية، ينافس على لقبي بطولة الجمهورية وكأس مصر، فيما نجح فريق مواليد 2007 في الحصول على بطولة الجمهورية الصيفية وبطولة النخبة. يتصدر الفريق الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة، فيما ينافس على بطولة الجمهورية الشتوية. أما مواليد 2009 فحصلوا على بطولة النخبة الصيفية، فيما حصدوا وصفة بطولة الجمهورية الصيفية، فيما يخوضون بطولتي الجمهورية والنخبة الشتوية بهدف الفوز بها. كرة اليد الأهلاوية حكاية مسيرة من النجاحات. إنجازات كبيرة لفريق كرة اليد القطاع سيدات أو قطاع ناشئات والبراعم في النادي الأهلي. حقيقة إنجازات على مدار التاريخ، مش النهاردة ولا امبارح ولا أول، من زمان. طول عمر سيدات النادي الاهلي متزعمين المحليات او الناحيه المحليه تماما للدوري والكاس والمنطقه، يعني ماسكين الامور من زمان من حديد، مهما انت يعني تتواصل الاجيال، لكن في الاخر المدربين الموجودين عندنا على ارض الواقع ما شاء الله عليهم كلهم. وهنبدا بقى مع كابتن مي نصر، وهي اصغر مرحله عندنا. كابتن مي 2009 في النادي الاهلي، اول تاني شتويه، تاني صيفيه، تاني صيفيه واول منطقه نهر. كويس، واول نخبه واول منطقه الان، ولسه عندك بطوله كمان اللي هي الشتويه. تقولي هي بتستعدي ازاي؟ بنعمل ايه مع السن الصغير ده؟ هو السن الصغير ده اصعب سن تقريبا، لانه في الاول كنا في الصيفيه ما كناش، يعني كانت اول بطوله بالنسبه لهم، واحنا اول سنه يشتركوا السنه دي في بطولات الاتحاد. تمام. السنه اللي فاتت كان في شمس بيه اللي هم بيلعبونا دلوقتي 2009، كانوا بيدخلوا بالشمس بيه والطيران بيه، فده كان مديهم يعني فرصه اكتر مننا ان هم شاركوا وعرفوا الجو عامل ازاي. احنا كانت بالنسبه لنا اول بطوله، كان صعب شويه على البنات، احنا كانت البطوله على نجيله فده كان صعب برضو. احنا خدنا تاني في البطوله الصيفيه ديت الحمد لله. استعدينا طبعا، كان بيساعدنا دكتوره هاله، طبعا هي ورانا دايما دكتوره هاله وكابتن ياسر. استعدينا وعرفنا غلطاتنا واشتغلنا عليها، جينا في النخبه الحمد لله اخدنا اول وبفرق سكور عن
عن البطوله الصيفيه للفرقه اللي واخده اول، الفرقه اللي واخده مركز الاول كانت الشمس. فانا كسبت الحمد لله الشمس فرق 4، وكان الماتش ماشي فرق 6 كمان. فالحمد لله اخذنا النخبه بجداره يعني. بس دوت بيصعب علينا بقى القصه يعني، ان احنا اول وان احنا بطل الحمد لله. النادي الاهلي دايما النادي الاهلي كده، النادي الاهلي بطل يعني. يا كابتن ما ينفعش تقولي كده. لا هو بيصعب علينا ان احنا لازم نحافظ على ده، ولازم نفضل ان شاء الله دايما اول، لان النادي الاهلي عودنا على كده. انا الحمد لله كنت كابتن النادي الاهلي، ما عندناش مركز تاني. برافو عليك. فصعب علينا ان احنا يعني نفضل اول، هي مستصعبه على النادي الاهلي، بس ده بيخلينا نشتغل اكتر وبيطلب منا مجهود اكتر. كابتن كريم ابو الخير 2007 ما شاء الله نمسك الخشب، اول صيفيه واول نخبه واول منطقه ونصلنا الشتويه ان شاء الله. تقولي عن كل الكلام ده؟ والله الحمد لله يعني اول حاجه بس يعني نجاح الفرقه وصلت لي دوت ورا ناس كتير قوي يعني تعبوا مع الواحد عشان يوصل للكلام ده. حقيقي. من جهاز فني طبعا الكابتن ياسر والدكتوره هاله، ومعايا الاداري كابتن عبد الله وكابتن ماجد مدرب حراس المرمى، وكابتن حامد محب وكابتن مصطفى وكابتن مشين وكابتن حامد، مش عايز انسى حد يعني، كل المدربين اللي معانا في الجهاز. طبعا استعدينا، الاستعداد بيبقى قوي للبطولات دي، الوقت بيبقى صغير شويه بس بنحاول نشتغل على قد ما بنقدر عشان نوصل للنتيجه دي، والحمد لله ربنا كرمنا يعني. كريم، اكيد التعامل مع الاولاد الصغير او البنات الصغيره مختلف تماما عن التعامل مع الكبار. يعني 10 سنين او 12 سنه اكيد بيحصل فيه مشاكل يعني، لازم بتعلمهم، لان هو ده الهدف اللي احنا نطلع بنات. بتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ والله كابتن خالد، هو السن ده صعوبته ان البنت لازم يعني تبقى واثقه فيك وتحبك وفي نفس الوقت تسمع كلامك كويس. فانت الموضوع ده عشان تعمله بيبقى واخد منك تعب بعيد عن الملعب. فبتحاول توصل لهم ان يعني الملعب ده مكان للشغل. احنا بنلعب في نادي كبير وبنتمرن في نادي كبير، فعايزين نعمل حاجه عشان اسم النادي اللي احنا شغالين جواه. فبنحاول نوصل دي على قد ما نقدر، ونحاول نفصل ما بين التمرين وبين بره الملعب، ما بين جوه الملعب وبين بره الملعب. لما يجي نقدر نوصل فيها مع البنات في التعامل وفي الكلام وفي الطريقه وفي كل حاجه، بنبدا اللي احنا الحمد لله ربنا بيكرمنا وبنحقق اللي احنا عايزينه يا رب. بس احنا نقف شويه على بره الملعب دي، لان اكيد فيها كلام كتير وشغل كتير. كابتن حنان عيد برده ما شاء الله نمسك خشب، اول منطقه الحمد لله، وتاني جمهوريه، ولسه عندنا كاس مصر، يعني انجازات كبيره. كنت كابتن النادي الاهلي وكنت منتخب مصر، وبرده دي حاجه بتسعدني انا شخصيا ان كل الكباتن اللي اتمرنوا ولعبوا في النادي موجودين وتواجدين في الاجهزه الفنيه. تقول لي عن المشوار بتاعك ده. احنا بدانا في 2005 يا كابتن، وكان في الاول 2005 اساسا الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله المنطقه كويس، خدناها. كنا انهزمنا في مباراه في اول في اخر مباراه يعني في الدور الاولاني كويس، وجينا في تاني في الماتش الفيصل دوت كنا لازم نكسبه. كنت لعب مين؟ لعب الشمس. الشمس فربنا الشمس اعتقد بقى منافس قوي قوي كابتن جدا، فرقه كويسه، فرقه كويسه، فرقه قويه جدا. ربنا كرمنا في الماتش دوت، ووجود كابتن كريم معايا في الجهاز، وطبعا وقوف دكتوره هاله معانا في مدير قطاع الناشئات، كانت واقفه معايا في كل ماتشات 2005. عملنا ماتش وكسبناه، واتعمل ماتش بعديها ب 72 ساعه وخدنا بيها البطوله الحمد لله، خدنا المنطقه. خدت المنطقه اه، ولسه الجمهوريه مستمره، لسه الجمهوريه فيها راوند تاني. تمام. وبعد الراوند التاني ما هيخلص هياخدوا اول اربع فرق يعملوا دوره مجمعه، يعني لسه قدامنا مشوار طويل. ولسه الكاس كمان، ولسه كاس عندنا لسه الكاس كمان. وشين عاجبني قوي الروح اللي بينكم، يعني لو كان كريم بيتكلم يقول انا ورايا يعني ناس كتيره، كابتن حنان نفس الكلام وحضرتك نفس الكلام، الروح الجميله دي حصلت ازاي؟ الروح الجميله دي حاصله من جايه بقى من فوق، من كابتن ياسر ودكتوره هاله، كلنا ايد واحده. انا ما بقفش لوحدي في الماتش، معايا كابتن كريم، كابتن حنان، كابتن محب، حتى الناس يعني كابتن سامح ملعب كبير مش ناشئين، هتلاقيه برده واقف معانا في التمرين، الاداريين كلنا يعني كل الناس، العلاج الطبيعي، كلنا ايد واحده فعلا، كلنا بنحب الخير لبعض، كلنا بنشتغل لكيان النادي الاهلي، مش لفرد، مش لاسمي، مش لاوشين، مش لحنان، مش لكابتن كريم، لا كلنا بنشتغل لكيان النادي الاهلي. كريم، قلت لي من شويه ان احنا بنشتغل بره الملعب وجوه الملعب. تمام. بره الملعب ايه اللي بيحصل؟ هل بتاخد البنات وتخرجوا؟ هل يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه الحته اللي انت بتعملها زياده؟ تمام. عشان البنات دول يتجمعوا على خوض بنات. هو المقصود برضه كابتن خالد بمره الملعب ان انا عايز اوصل للبنت ان جوه الملعب ده شغل بتاع، ده الشغل بتاعنا كويس. بره الملعب انت عندك مشكله عايزه تقولي حاجه، في حاجه انت معترضه عليها، ما عندناش مشكله ان انت تيجي تتكلمي معايا وتيجي تناقشي الحوار، وفي يعني في مساحه ان احنا نتكلم مع بعض ونقدر نوصل لحل في المشكله اللي انت عايزه توصلي لها. فيعني بنحاول بمعنى اصح ندي الثقه بره الملعب.
جوه الملعب الموضوع بيبقى شغل بس، ما ينفعش ان نتكلم في اي مشكله جوه الملعب. هي دي الحته انا بقول لحضرتك عليها، ان بره الملعب بنتكلم مع البنات بيخليهم ان هم يقربوا مننا على قد ما نقدر، عشان لو حد لو واحده عندها مشكله، عندها مشكله في مدرستها، عندها مشكله في النادي، عندها مشكله في اي تعبانه، في اي حاجه موجوده بالنسبه لها تقدر تتكلم معايا نقدر نلاقي حل. بيحصل ضغط منك في وقت من الاوقات على البنات وانت بتمرنهم، ولا السن ده ما نقدرش نضغط عليه قوي؟ والله كابتن خالد هو المفروض ان احنا ما نضغطش عليه، بس للاسف انا بضغط. لازم ليه؟ طيب ليه؟ عشان ليه؟ النادي الاهلي ما زي ما كابتن اشين قالت وزي ما كابتن حنان، النادي الاهلي ما ينفعش معاه اي مركز غير المركز الاول. فحاجه بتبقى محطوط في دايره برضو يعني صعبه شويه، ضغط. عايز تصنع يعني بطل ونجم وفي نفس الوقت عايز تحقق مركز ما ينفعش غير المركز الاول، اي مركز غير المركز الاول ما معنى اصح النادي الاهلي ما بيعترفش بيه. فدي بتخلي برضو ان المدرب بيبقى محطوط تحت ضغط، فغصب عنك بتحاول ان بتوصل للولاد، يعني مش عايز توصل لهم الضغط ده، بس مع مرور الوقت يعني حاجه مش بارادتك بيوصل ان هم برضو بيتحطوا معاك في نفس الضغط ده عشان يوصلوا النتيجه اللي احنا بنوصل لها. يعني اكيد اكيد دي نتيجه كويسه. وشين التدريب اسهل ولا اللعب؟ اللعب طبعا. ليه؟ اللعب انت اللي بيجي في دماغك بتقدر تنفذه، انما كونك تبقى بره في دماغك حاجات شايفها في الملعب وعايز تنفذها وبتبقى مش بايدك تنفذها، بايد لعيب تاني ينفذها، فده بيبقى صعب. بس اللي حسيتي بالمدربين اللي انت بتعمليهم في بتعملي في المدربين صح؟ حسيت. كان بيتعمل بتعمله صح؟ لا انا اجيب كابتن حنان حالا خلاص كابتن حنان اتفضلي. لا حسيت ان المدرب بيبقى عليه ضغط اكتر بكتير من اللعيب. المدرب بيبقى عليه ضغط، انا مثلا بلعب ملعب صغير يعني 5 لعيبه، انا ببقى شايله هم ال5 لعيبه وانا واقفه بره، انما وانا لعيب انا عارف انا هعمل ايه، غير بقى لو كنت هاف مثلا، فانا كنت هاف فدماغي بقى همشي الملعب ازاي وكده، دي شويه ساعدتني وانا مدرب. انا كنت هاف فعارفه امشي الناس كويس، يعني يقال يعني الحمد لله. وانا مدرب حسيت ان انا لا شايفه الملعب، بحس شويه باللعيبه هو عايز يعمل ايه. بس ضغط المدرب طبعا اقوى بكتير. صعب. ضغط المدرب صعب جدا. كابتن حنان بتفرج عليها على الخط. لا صعب. راحه جايه مهمه صعبه يعني. كابتن صعب بتفكري كابتن اشرف شكرا لك. الله يرحمه صراحه. الله يرحمه. انا عارف حبيبي الله يرحمه، يعني اثر فيا قوي، وفي نفس الوقت اللي يعني اثرتي باسلوب وادارته في الملعب نفس بالظبط. يعني كابتن اشرف الله يرحمه كان مدربين رحمه الله عليه يعني من المدربين اللي هي ما كانتش بتقف، يعني ما بيونش رايح جاي. فده انا اتعلمتها منه بصراحه. اتعلمتيها منه. اتعلمتي ايه من الكابتن اشرف شكري كمان؟ طريقه الدفاع. يعني انت بتلعبي بطرق دفاع اهم من الهجوم بالنسبه لك في الملعب. اللي بيدافع كويس هو سهل جدا اي حد يجيب جون، لان الدفاع هو اساسا 90% من مكسبك. طريقه الدفاع هو اساسا كمان الله يرحمه كان بيعلمنا واحنا بنلعب اساسا، كنا بندافع من نص الملعب. بتدافعي من نص الملعب ضاغط متقدم. اتعلمنا منه. وبنحاول كده في البنات، بنحاول نعلمه للبنات، بس يعني البنات يعني واحده مش هينفع ان اقدهم لهم مره واحده. حنان اقول لك بصراحه، انت كنت كابتن كبير، ربنا يخليك. في اللعيبه في البنات تحس ان هم يقدروا يبقوا حنان عيد؟ في لعيبه كتير. الموضوع اختلف عن زمان كتير. اهتمام اكتر. دلوقتي ولي الامر بيهتم ببنته اقصى حاجه عنده. بتعمل لك مشاكل اولياء الامور كتير. بس الحمد لله، بس في ناس برضو ورانا الحمد لله شايله القصه دي، زي الدكتوره هاله. كابتن ياسر. الناس دي برضو شايله من ورانا. اتكلم كتير. بصراحه كابتن مشين، اولياء الامور كل واحد عايز يشوف ابنه احسن لعيب. زمان كلنا واحنا بنلعب ما كانش التارجت ولي الامر خالص، لكن النهارده هو ولي الامر هو التارجت. بتتعاملوا مع ده ازاي؟ والله يعني احنا الحته دي شويه دكتوره هيله بتتعامل فيها اكتر مننا. احنا بنحط نفسنا مكان ولي الامر. هو نفسه يشوف ابنه احسن لعيب في الدنيا. نفسه يشوف ابنه بيلعب كل الماتشات. فاحنا بنحاول نعمل اللي علينا. طبعا التمرين بيبقى انا عندي 30 لعيب همرن ال 30 لعيب بنفس المستوى، بس في فروق فرديه. فانا كمدرب لازم اراعي الفروق الفرديه، ولي الامر لازم برضو يفهم الحته دي. ان هو في فروق فرديه، ابنك هيجي له وقته ويلعب. بس مش معنى ان هو مثلا ما بيلعبش الماتش ده يعني هو يعني مش مؤهل ان هو يلعبه. لا، في الوقت ده
الوقت ده بتاع ابنك، الوقت ده بتاع حد تاني. فانا بحاول اوصل ده لولي الامر يعني لما جيت لي الفرصه. دكتور هاله شايله طبعا عننا كتير جدا في الموضوع ده. في الموضوع ده كريم لو اديتك المايك وقلت لك وجه رساله لاولياء الامور وقول لهم من قلبك كمدرب في نادي الاهلي تقول لهم ايه؟ لا والله يا كابتن خالد، هو اولياء الامور يعني لازم يتقال لهم حاجات كتير قوي. اللي انت عايزه. لا بجد والله النجاحات اللي يعني مش عايز اقول للنادي عشان ما يبقاش الموضوع يعني اللي النادي بيوصل لها والمدربين بتوصل لها، اولياء الامور عليهم عبء كبير جدا. هم سبب من اسباب المكسب. انا شايف ان هم ليهم جزء كبير قوي في المكسب. الاولاد يجوا في مواعيدهم منتظمه، وقت الامتحانات حاجه احنا دلوقتي في امتحانات شغاله، الاولاد موجودين بانتظام ما بيغيبوش الغياب يعني في اضيق الحدود، مستحملين معانا كتير الحقيقه، موجودين في ظهرنا طول الوقت. فلا اولياء الامور الحقيقه يعني كلام كتير الواحد نفسه يقوله لاولياء الامور يعني. طب لو واجهت لهم رساله وتقول لهم يعني في مشاكل بتحصل مع المدربين بصفه عامه، فتقول لهم ايه؟ تدخلوا ما تتدخلوش، شوفوا اولادكم ازاي، تقول لهم ايه على المواضيع دي؟ لا يا كابتن خالد، انا شايف ان زي ما كابتن نشين قالت ولي الامر يعني انت اهتم بابنك او بنتك، تحضر معاهم التمرين. شايف ان حته الملعب والحته الفنيه دي يعني يا ريت ان ولي الامر ما يتطرقش ان هو يتكلم فيها، لان هي مش بتاعته. ولو بدا ان هو يتكلم فيها يبدا يعمل مشكله مش لابنه بس او لبنته بس، يبدا يعمل مشكله للفريق كله. فانا شايف ان يعني ده مش شغله، زي ما هو ليه شغله ما حدش بيقدر يدخل فيه. هو جاي في نادي كبير فبيسلم ابنه او بنته للمدرب والنادي، هو واثق فيهم. فانا شايف ان هو الجزء ده يديه للمدرب ويديه للنادي، ويبقى فيه ثقه يعني اكتر من كده عشان الموضوع يبقى فيه نجاح برده اكتر من كده. اكيد رساله لاولياء الامور، اكيد ما فيش مدرب في الدنيا عايز يخسر، كل المدربين في النادي الاهلي عايزه تكسب وعايزه احسن لعيبه. بس مشكله ولي الامر هو بيبص على ابنه بس، لكن المدير الفني او المدرب بيبص على 30 لعيب. اعتقد ان مفيش مدرب يقصد ان هو يزعق او يضايق لعيب، لكن خلينا نقول يا اولياء الامور صدقونا زي ما كابتن كريم بيقول كده، انتوا في ايد امينه. النادي الاهلي جايب مدربين على مستوى عالي جدا، والمدرب لو كان بيخطا هو بني ادم زي اي بني ادم، لكن بلاش التحامل عليه اكتر من كده لكل مدربين النادي الاهلي. كابتن وشين اكيد بتحصل مواقف وطرائف معاكي في اولاد الصغيره، اكيد صح؟ اكيد، وبالاخص في البطوله الصيفيه والبطوله الشتويه، لان دي بطوله هنتكلم لسه عليها كويس. لكن قولي لي ابرز المواقف. يعني بس هي في البطوله الصيفيه احنا كنا بنبقى بره في اسكندريه يعني، فبنبقى مسافرين والولاد كانوا اول بطوله يلعبوا، فدي اول بطوله يباتوا بره بيتهم بعيد عن ماما وبابا وكده. كويس. واحنا يعني في البطوله دي الحمد لله انا وكابتن كريم وكابتن عبد الله وكابتن حسناء وكابتن شيماء كابتن محب كناش بننام خالص. نعم خالص يعني كنا بنفضل مع الولاد كناش بننام. بس قبلك موقف بقى ان في بنت مش عارفه تنام عشان هي بعيده عن ماما، فالبنت تبقى قاعده فوق انت لازم تبقى قاعد معاها، ما تخافيش يا حبيبتي انا موجوده. طب مش هتمشي يا كابتن؟ لا يا حبيبتي مش همشي انا قاعده لحد ما هي تنام. فعلا بتفضلي قاعده معاها في اوضه النوم لغايه ما تنام؟ لحد لما تنام يعني. وطالما وعدتها ان انا مش هسيبها اخاف تصحى بالليل تتخض او حاجه، فما اقدرش اسيبها. كابتن حنان، من واقع خبرتك في البطوله الصيفيه والبطوله الشتويه، دي بطوله مش مستحدثه، دي بطوله الاتحاد المصري من زمان اللي عاملها. من وجهه نظري بترجعوا كلكم سمر جدا مرهق. صدقيني عايز اقول ايه رايك، ايجابيات وسلبيات بوضوح للبطوله الصيفيه، ولا انت معاها بالاسلوب ده ولا ليكي وجهه نظر معينه؟ صح. لا هي بطوله مش 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 وحشه، بطوله كويسه قوي. كويس. بس هي يعني الضغط اللي على المدربين فيها بيبقى صعب قوي. هي بطوله يعني انت شايف وجهه نظرك هي بطوله ناجحه جدا، لكن في ضغط بيحصل اليوم اعتقد من 9 الصبح لغايه 9 بالليل لحد 4 يعني 9 بالليل، وساعات الساعه 5 وساعات تلعب، وساعات اوقات تتلعب ماتشات بتتلعب الصبح مره واحده تتاجل تتلعب بعد العصر. فهي ماتشات بطوله مهمه جدا، وفي نفس الوقت للناشئين مهمه، وبتعمل صبر للمدرب. بطوله الناشئين يعني رايك صبر. ان هي كمان بتعمل سبورت للمدرب، بتديله حاجات مختلفه طبعا يعني. طبعا. كابتن كريم لو اتكلمنا على البطوله دي برضو ليك راي تاني في الموضوع، ان هي بطوله ناجحه الاتحاد المصري بيعملها، لكن رايك ايه شكلها يتغير ازاي لو انت ليك راي؟ والله كابتن خالد انا شايف ان لو شكلها يتغير ان عدد الفرق المشاركه في العدد الايام اللي موجود للبطوله يحاول ان هو يتقلل شويه. عارف ان طبعا دي مشكله كبيره للاتحاد. انا بتكلم يعني بدل ما العب بثلاث مراحل سنيه في ثلاث ايام، لا انا احاول على قد ما اقدر اخلي مرحله سنيه واضغطها مثلا في يومين، ما بتكلمش في ثلاثه، او مرحله سنيه. يعني تقصد ان انت لو مرحله 2007 تمام، بدل ما تلعب مع 2007 مثلا و2009 و2005 ثلاث مراحل سنيه،
نخلي مرحله مرحله. تمام. 2007 تاخد يومين بس كده اعتقد هتقعد وقت كبير. تاخد 3 ايام او الوقت هيبقى اطول يا كابتن خالد، بس انا من وجهه نظري ان انا عندي مساحه وعندي رؤيه للعيبه وعندي رؤيه للمدربين وعندي تركيز مع الجيل اللي انا هبص عليه وعندي مساحه ان انا ابدا ان اركز على الجيل ده فين سلبياته وفين ايجابياته. لكن اللي انا بشوفه ثلاث مراحل بيلعبوا في ثلاث ايام، يعني في انا اسف يعني في زحمه في ضغط، في برضو الحكام ربنا يكون في عونهم وبرضو لجنه المسابقات ربنا يكون في عونها. الموضوع صعب وانا عارف الكلام ده، انا كنت حكم عارف ان الموضوع صعب، لكن في الاخر بحس ان النتيجه مش اللي احنا مستنيينها. يعني انا شايف ان النتيجه ممكن تبقى احسن من كده من وجهه نظري. يعني وجهه نظرك متفقه ولا مختلفه؟ انا متفقه طبعا مع كابتن كريم وكابتن حنان، بس انا بحس ان هي ضغط على الولاد الصغيرين قوي. يعني ان لعيب يصحى مثلا هيلعب ماتش الساعه 9 الصبح، فانا هصحيه من الساعه 7 علشان يلبس عشان يفطر علشان يروح يلعب ماتش من 9 الصبح لحد 4 العصر، كتير قوي على طفل يعني عنده 9 سنين 10 سنين. من كابتن كبير زي كابتن اوشين تقولي ايه او المسابقه تختلف ازاي بس تؤدي نفس النجاح؟ انا شايفه ان هي زي ما قال كابتن كريم كده ممكن تبقى لكل مرحله، بس انا احب ان هي تبقى بدل ما العب 3 ماتشات في اليوم العب ماتشين، اخفف شويه الضغط على الولاد هيبقوا مركزين اكتر. يعني انا لما اجي العب ماتش الساعه 9 والعب ماتش الساعه 4 نهائي مثلا، طب ما انا الولاد في النص دوت هيبقوا تعبوا، الشمس بتبقى قويه جدا، يعني الطفل ده هيفصل مني الساعه 4 ده هلعب ازاي وهادي ازاي؟ دي ربنا يكون في عون الاطفال بجد. يعني لو ماتشين في اليوم تبقى حلوه قوي، تبقى يبقى عادي. من الاخر بنقول ان احنا نفتح المساحه بتاعه بدل ما نضغط في المباريات في 3 ايام زي ما كابتن كريم قال، بنفتح المساحه شويه نخليها في 5 ايام يبقى مفيش ضغط على اللاعبين. تمام. كابتن حنان شايفه مستوى سيدات مصر رايح لفين؟ والله المفروض يبقى فيه اهتمام اكتر من كده شويه. يعني هو الاهتمام اساسا حتى ما عندناش منتخب اول بنات خالص. يعني كل اللي موجود دلوقتي منتخب 2002 كويس وال2000 كويس. لو في بقى مساحه للمنتخب الاول هتفرق كتير جدا، هتفرق كتير جدا. وفي في ناس كويسه جدا سواء في النادي الاهلي في نادي الشمس في نادي سبورتنج، في ناس كتير في فرق في بنات كويسه جدا من يتعمل قوام لمنتخب مصر، يتعمل قوانين لمنتخب مصر. بس اقول لك على حاجه بصراحه، منتخب مصر لما بتشتغلي عليه بتشتغلي على تيم طالع او جيل طالع. اعتقد ان الاتحاد المصري بيكلم في القصه دي بالظبط، ان ياخد جيل ويطلع بيه. هو دلوقتي مهتم قوي بال 2002 منتخب 2002 وال 2000 كويس، فده برده حاجه كويسه بالنسبه للاتحاد للبنات. يعني شايفه ده كويس للبنات؟ اه طبعا، ما كانش كده فيه اهتمام كده قبل في الاول في البيت. يعني في الاول ما كانش فيه اهتمام خالص خالص بالبنات. ده دلوقتي الحمد لله الاتحاد يعني عامل اهتمام جامد جدا لفرق البنات. هايل. وشين احتراف اتنين بنات عندنا، مروه اخت كابتن حنان والحاج جمعه. هل ممكن نشوف المرحله اللي جايه الاسلوب ده او اللعيبه اللعبات يخرجوا لبره؟ احنا عندنا كتير، عندنا نصر عيد برضو تقدر تطلع بره. عندنا لا نصر لسه عندنا في النادي مش عايز تطلع صح؟ كابتن حنان لا نفسها تطلع والله، عندها القدره ان هي تطلع بره. عندنا ناس كتير جدا، يعني انتوا بس يعني لازم يفتحوا لنا الباب شويه فعلا في المنتخب. انا بس عندي تعليق على المنتخب ان احنا مثلا من 2010 لحد 2019 اهوت فين المنتخب؟ فين 9 سنين بعدين نيجي نعمل منتخب 2019؟ في عندك 9 سنين راحوا ما فيش منتخب فيهم وبعدين نرجع نحاسب البنات. احنا كنا ممكن من 2010 نأهل المنتخب ده عشان يقدر يلعب في 2019 ونضم عليه بقى اللي طالع من 98 واللي طالع من 2000 نزوده بالناس اللي هي بتطلع كل فترة. لكن حضرتك هتعمل 2010 وبعدين تيجي 2019 تطلب منهم ان هم يعملوا نتيجة، فين الدعم؟ فين الاهتمام؟ مش هنعمل نتيجة طبعا، مش هتعمل نتيجة، مش هتعمل نتيجة لان مفيش اهتمام. فين نستغل مروة عيد ورحاب علشان الناس تشوف مروة عيد لما شافتها في 2010 فطلعت لعبت بره؟ فين رحاب لما حاولت ان هي تطلع بره؟ بس مروة ورحاب اعتقد ان هما بنات مختلفين بصراحة، اكيد ان هما يقدروا في الغربة، تعبوا ان هما يقدروا يعيشوا في الغربة ويقدروا يعملوا اللي هما واصلين له لحد دلوقتي. لا ده مجهود. كفاح كفاح طبعا، شايفين ان في بنات تقدر تعمل ده في مصر واحتراف ويطلع ممكن. فتح الباب. موضوع عقود اللاعبات اللي حصل السنه دي الاول سنه في النادي الاهلي رايك فيه؟
دي حاجة كويسة جدا، وأنا شايفة أن دي هتخلي البنات عندها أمل أكتر وعندها رغبة أن هي تلعب وتدي أقصى ما عندها، لأن هم هدفهم أن هم يتعمل لك عقد. طب أنت لبقيت لعيب محترف والنادي الأهلي عمل لك عقد، النادي الأهلي أو النادي في مصر يعمل عقود للعيبة الهندبول، فدي يعني سبق لعيبة النادي الأهلي، ده هيحفزهم وحافز ليهم قوي جدا أن هم يلعبوا ويطلعوا أكتر حاجة عندهم. وكل الناس يعني اعتقد ان العقود بتختلف من لعيب للعيب، فانا هبقى عايز اموت نفسي في الملعب عشان ابقى فيها اولى. فدوت هيخلي الناس تبقى تطلع كل اللي عندها في الملعب. لازم كانت العقود دي تبقى وانت موجوده يعني في المرحله اللي جايه. المستقبل شايف ايه؟ تتمنى ايه في 2019 للهاندبول او ليك شخصيا انت او لفريقك؟ طبعا اتمنى الفريق طبعا التوفيق والفرق الجاهز كلها في البطولات اللي باقيه من بيت الموسم، لان ان شاء الله نحقق المركز الاول. بالنسبه للهاندبول عموما طبعا احنا يعني زي ما كابتن مشرف وكابتن حنان بيقولوا عايزين الضوء يبقى اكتر شويه على الهاندبول. انا شايف ان لعبه الهاندبول لعبه يعني اللعبه الثانيه في مصر بعد كره القدم في حته الشعبيه، نقدر ان احنا نحقق بيها حاجات كتير كويسه، بنوصل لمراكز كويسه ومراكز كبيره وبنحقق حاجات كتير فيها ما شاء الله كويسه جدا. فانا شايف ان الفتره اللي جايه يعني لو الاهتمام زاد شويه زي ما كنا بنتكلم ممكن نوصل لمكان احسن من كده. امنياتكم في 2019 كابتن حنان؟ اتمنى ان فرقتي ان شاء الله تاخد بطوله الجمهوريه، انا بس عليها ان شاء الله باذن الله، واتمنى للهاندبول للنادي الاهلي التوفيق، واتمنى طبعا لمنتخب مصر هيلعب كاس عالم ان شاء الله يوم 9، اتمنى له التوفيق ويحرز مركز متقدم ان شاء الله يا رب باذن الله. ان شاء الله كابتن مشيل. ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد كل البطولات اللي جايه كجهاز كره يد في النادي الاهلي، واتمنى لفرقتي ان شاء الله تفضل اول على طول ان شاء الله يعني. باذن الله. نورتوني خالد، معلش اتفضل. عايز اقول حاجه بس؟ اتفضل. انا عندي 4 لعيبه مصابين، يعني عايز يعني من مكاني دوت يعني عايز اقول بس يعني ابقى اوصل لهم رساله. عندي جمانة اشرف، وعندي هنا محمد، وعندي لما، وعندي جنة محسن. جنة محسن وهنا رجعوا الحمد لله، ولما مصابة دلوقتي هي وجمانة. فانا عايز اشكرهم لان اللعبة دي تعبت معايا كتير جدا، بس للاسف الاصابة بعدتهم فترات طويلة من الموسم، فانا بشكرهم من مكاني ده وعايزهم يشدوا حيلهم عشان الفترة اللي جاية ان شاء الله باذن الله. وانا بشكركم واتمنى لكم في السنة الجديدة سنة سعيدة علينا في كرة اليد واستمرار للانجازات والبطولات. شكرا يا كابتن خالد. في نهاية حوارنا هنطلع لتقرير او نطلع عفوا هنطلع لفاصل ونستقبل كابتن عاطف طه وكابتن سحر محمود. منورني وشرفني كابتن عاطف طه وكابتن سحر محمود، بس النقطه هنا ان احنا خلصنا النواحي الفنيه مع المدربين، ولازم نعمل ضوء على النواحي الاداريه وهي النواحي الاهم لانها مكمله جدا للنواحي الفنيه. كابتن عاطف طه مساء الخير، مدير فريق النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن، منورنا وربنا يخليك بوجودك كابتن عاطف. كابتن سحر محمود باع طويل في الاداره في النادي الاهلي ومنورانا ومشرفانا، وسنه سعيده عليك وعلى اسرتك. يا رب. النواحي الاداريه كابتن سحر حاجه مهمه اكيد ومكمله للنواحي الفنيه. قولي لي بتبداي ازاي السنه بكم الكبير اللي عندك من اللاعبات؟ واحنا عندنا الاداريين الفرق بتتقسم عليهم كويس، فكل اداري بياخد الفرق بتاعته. المفروض ان يبقى عندك داتا لكل لاعب، هايل، داتا بكل حاجه بكل التفاصيل كويس. يعني ايه تفاصيل؟ معيش حاجه ممكن تشرح لنا بس عشان الناس لازم تكون الناحيه الاداريه دي تكون بارزه شويه قدام الناس. يعني اسمه، السنه الدراسيه بتاعته، عنوانه، تاريخ ميلاده، رقم القومي بتاعه، مركزه، طوله، وزنه، كل حاجه، بقاله قد ايه بيلعب، كل الحاجات اللي بتخص اللاعب، اي حاجه، اي تفصيله صغيره. ممكن كمان الحاجات الخاصه نكون عارفينها عندنا احنا عند الاداري، ما تكونش حاجه عائليه عنده نكون عارفينها احنا كمان عشان نراعي ده في الملعب. هايل. تمام كابتن عاطف، تحتيه جهاز كبير لكن الاهم الدرجه الاولى. تمام مظبوط. الدرجه الاولى كان عندها السنه دي الدوري وعندها الكاس وعندها الجمهوريه، وفي نفس الوقت عندها بطوله عربيه واستعدته للبطوله العربيه، لكن ما حصلش ظروف. ايه اللي حصل؟ البطوله العربيه والله كانت هي المفروض ان هي كانت هتقام في الاسكندريه، ان كان هينظمها نادي سبورتنج كويس، وجي في اخر وقت خالص كان في حاجات يعني ما عرفناش بالظبط من نادي سبورتنج، حاجات امنيه، حاجات في التنظيميه. فبعد ما استعدينا وعملنا معسكر والنادي وقف معانا في كل حاجه وسهل لنا كل حاجه،
اتأجلت اتلغت البطولة واتنقلت لتونس في آخر وقت. بس فكان مع ظروف الامتحانات البنات والماتشات وكلام من ده، فكان صعب ان احنا نروح. ان انت كنت هيأت نفسك واللعيبة هيأت نفسها وكل حاجة ان البطولة هتتلعب في الوقت دوت، وفي طلبة اللي في كلية هندسة واللي في كلية طب واللي في كلية، فكان صعب قوي ان احنا في الوقت دوت نكون مشاركين فيها يعني. كابتن سعد محمود، بانك لعيبة كبيرة قديمة في النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي قبل كده، اللعب اسهل ولا الادارة اسهل؟ وليه اتجهت للادارة؟ لا هو اللعب اسهل طبعا. اللعب اسهل حاجة؟ لا اللعب اسهل بكتير. ليه؟ لا الاداره برضو زي التدريب. انا كنت بدرب قبل الاداره. كويس. مسؤوليه مسؤوليه كبيره، لكن انت بتلعب المسؤوليه الكبيره بتبقى على المدير الفني. اه عندك مسؤوليه مكانك في الملعب، بس في الاخر المسؤوليه كلها بتبقى على المدير الفني. لكن في الاداره لا، انت شايل مسؤوليه، لو معاك فرقتين شايل مسؤوليه 60 بنت. في حاجه كمان انا عايزه اقولها، ان المفروض ان الاداري انا شغال على كده يعني. لما انا ببقى مع فرقه مع مدرب بفضي دماغ المدرب خالص للحاجات الفنيه. هايل. مالوش دعوه خالص باي، مش مالوش دعوه. يعني هو لما يقف في الماتش خلاص هو بيفضي نفسه للحاجات الفنيه بس. اكيد ان اللي انت تقسمي الشغل الفني يبقى المدير الفني والاداري هو الاداري، الاداريات دي حاجه مهمه جدا. دكتور اخصائي علاج طبيعي. بالظبط. كل ده لما نقسم الشغل اعتقد ده احسن. اتفضلي. ده مهم جدا، لان في ناس برضو بتخلط يعني. في مدرب يجي لنا يبقى عايز يعمل كل حاجه. عايز يدخل في الاداريات وعايز يدخل في الطب وعايز يدخل في كل حاجه. لا انا اقول له انت مهمتك الناحيه الفنيه بس، فضي دماغك خالص. وده بيفرق. المدربين اللي انا اشتغلت معاهم فرق معاهم كتير جدا. ان هم يفضوا دماغهم للملعب بس. ده بيفرق معاهم كتير قوي. ما يشغلش نفسه بالحاجات الخارجيه خالص. بلس بقى الحاجات، ممكن انا اقعد مع المدرب واقول له في مشكله كذا، في كذا، في كذا، في كذا، وبنحلها. لكن هو جوه الملعب الحاجات الفنيه بس. كابتن عاطف، اكيد بما انك مدير الجهاز الاداري، مشاكل مع اولياء الامور اكيد بتحصل. أكيد. واكيد انت اللي بتحط زي ما بيقولوا فيش المدفع لحل المشاكل دي. أكيد. بتقابل ده ازاي؟ والله بقابل برضو انا يعني، انا اولياء الامور، انا برضو بعذر اولياء الامور، ان اي اب ولا اي ام عايزه ابنها او بنتها احسن حاجه في الدنيا. كويس. فاحنا طبعا بنمتص الاول الغضب بتاعهم وبنفهمهم ان هو لسه بدري قوي في قطاع الناشئين، وكل واحد هياخد فرصته ومفيش مجاملات فيها، ان هو اللي بيثبت نفسه هو اللي بيلعب وكلام من ده. ففي ناس بتتفاهم وبتتجاوب، وفي ناس برضو بتبقى واخده الموضوع بعصبيه زياده يعني. بس احنا اتعودنا في النادي الاهلي وتربينا ان هو مفيش واسطه يعني ولا كلام من ده. اللاعب كويس المجتهد هو اللي بيبقى موجود في الملعب. وبعدين برضو احنا بندي فرص برضو يعني، كان كجهاز برضو كابتن ياسر صلاح والدكتوره هاله زكي والمدربين بيدوا برضو فرصه، ان في ماتشات بتبقى لناس معينه وماتشات لناس معينه، لحد ما كله يندمج ويستفيد ويكتسب خبره في الملعب. التعامل مع زميل الطفوله كابتن ياسر صلاح. كابتن ياسر صلاح من لانكم يعني بصراحه ده شغل في النادي الاهلي، لكن انا عارف انتوا اصحاب من باع طويل. أكيد. التعامل بيكون ازاي بينكم؟ لا والله هو التعامل جوه الملعب مفيش صحوبيه خالص. كابتن ياسر صلاح عنده بيزعق شويه. نعم بيزعق شويه. بيزعق شويه بس معايا انا، ما بيزعقش. احنا اصحاب. انا احنا الحمد لله رب العالمين فاهمين بعض كويس قوي. ان احنا متربيين مع بعض من صغرنا. فكابتن ياسر عنده شغله كده فانا فاهمه، فاللي هو يعني يعني مش هقول لك اللي هو بيفكر فيه يعني، بعرف هو عايز ايه وبعمله له يعني بالجهاز الاداري اللي معايا يعني، جهاز على اعلى مستوى طبعا. بعمله له من قبل ما هو يكون طلبه. وبنشكر فيها طبعا اداره النادي الاهلي، طبعا مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي بصراحه يعني موفر لنا كل حاجه بصراحه يعني. على طول. الحمد لله تمام. يعني تمام. كابتن سحر، اكيد بيحصل مواقف كتير انت بتتعاملي تعامل مباشر مع اولياء الامور. لو تفتكري مواقف معينه حصلت في مشاكل معاكي احكي لنا. هي معظم المشاكل مع اولياء الامور بيبقى بنتي ما بتلعبش. بنتي لعبت 5 دقائق، بنتي لعبت 3 دقائق، بنتي دايما كل ولي امر عايز بنته وبس، ملوش دعوه بقى يعني. يعني مركز كمان بيكلموكي على التايمنج او التايم اللي اللعيب بيلعبه. بيبقى قاعدين. لا البنت لعبت النهارده، البنت لعبت 5 دقائق. بنحاول نستوعب بقى ده. لا الماتش كان شادد شويه، لا معلش اصل هي متاخره شويه. لا معلش كان من في واقع يعني مش اليوم بتاعها النهارده. من واقع ان انت كابتن كبير في النادي الاهلي ودلوقتي اداريه الفرق، تقولي لاولياء الامور بما انك انت لعبتي وحسيتي بالملعب ده زيهم بالظبط، فتقولي لاولياء الامور النهارده
بص انا الاول انا عايز اشكرهم بجد والله العظيم الناس دي تعبانه جدا 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 وانا مجربه طبعا لان انا ولادي اه بالظبط خليت امر تاني ف... لا 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 فتعبانين بيتعبوا معانا جدا جدا فولي الامر لما بيجي يتنرفز ولا عايز بنته تلعب ولا يعني غصب عنه هو غصب عنه لكن انا باخد عليهم دلوقتي ان هم بيتدخلوا في الحاجات الفنيه كمان خلي المدرب مدرب خلي الاداري اداري وخلي الدكتور دكتور بيتدخلوا في كل حاجه حتى الاصابات بيتدخلوا فيها حتى يعني الاصابات يعني ايه اصابات الاصابات الدكتور الاصابات تبع الدكتور لا الدكتور شخص غلط لا هناخدها الدكتور بره عموما انا بتكلم في التدخل يعني انت بنتك عندك طبعا نمره واحد وكل حاجه بس خلي المدرب لوحده خلي الاداري لوحده خلي احنا بنراعي ده بنحاول نراعي ده وخصوصا يمكن قبل كده كان كابتن كريم قال في تدرج في المستويات للبنات في المستوى فبنحاول الماتشات اللي هي ضعيفه شويه يعني الناس كلها تلعب ممكن المدرب ما يكونش واخد باله فدي برضو مهمه الاداري خلي بالك عشان فلانه لازم تلعب شويه خلي بالك عشان فلانه ما لعبتش لازم الحاجات دي ياخد باله منها خصوصا الماتشات اللي هي بتبقى ضعيفه شويه كابتن عاطف طه اول سنه السنه دي عقود احتراف لاعبات لكره اليد تمام والله يا كابتن خالد يعني الموضوع دوت يعني كان في دماغي من سنين وعلشان هو الولاد طبعا ليهم عقود احتراف ودي الاتحاد اللي هو بيجبرك انك انت تعمل عقود احتراف فكانت الفكره في دماغي طول لما مسكته كلام من ده وبتاع وقعدت شهرين وكلام من ده بمساعده النشاط الرياضي ان احنا نعمل لائحه علشان ما فيش حد فيها يتظلم والحمد لله رب العالمين تم العمل العقود واتعمل الدرجات طبعا فئات اولى ثانيه ثالثه رابعه كل واحد على حسب الماتشات وعلى حسب المنتخبات اللي لعب فيها وعلى نسبه المشاركه والالتزام والحمد لله اتعملت يعني وبشكر فيها ثاني مره برضو اداره النادي الاهلي مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي طبعا يعني تعبوا فيها كتير تعبنا فيها كتير قعدنا شغالين فيها في حدود شهرين ونص ثلاث شهور علشان ما نظلمش حد طب كابتن عاطف اللي حصلت خساره في ماتش المعادي مع قدام الاهلي وكانت من سنين كبيره عمرها ما حصلت تمام شايفها ازاي اللي حصل وشايف اللي جاي للنادي الاهلي ازاي والله هي كان يعني هو في الرياضه المفروض يعني احنا طول عمرنا بنكسب الحمد لله وان شاء الله دايما هنكسب بامر الله يعني بس هو اللي حصل الماتش دوت يعني بالبلدي كده انا الفرقه ما جاتش يوميها ان هو يعني مش قادر اقول استهتار مش قادر يعني هو ان احنا بنكسب دايما على طول وكلام من ده فكان في حاله خمول والماتش زي ما تقول السرق دي اوف يعني بالظبط كده لكن برضه لازم ندي نادي المعادي حقهم طبعا المعادي عمل ماتش جميل كويس. جدا 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 قدر يستغل الفرصه اكيد قدر يستغل اللي هو حاله الهبوط اللي عند لعيبه النادي الاهلي وقدر ان هم يستغلوا الماتش دوت وعملوا ماتش كويس جدا ومعاهم مدرب محترم جدا كابتن خالد خيري طبعا عمل عمل ماتش كويس جدا وباركت له بعد الماتش وكلام من ده والحمد لله دي كانت كبوه وربنا وفقنا بعديها ولعبنا المعادي تاني اسبوع في بطوله الدوري العام وكسبنا فرق 16 او 17 حاجه كده والحمد لله احنا دلوقتي ترتيبنا الاول في الدوري ونهينا الدور الاولاني واحنا الاول دلوقتي ما شاء الله وان شاء الله باذن الله هنبدا بعد ثلاث اسابيع من النهارده ان شاء الله باذن الله وان شاء الله الدوري بتاعنا والسوبر وزي ما متعودين كل سنه حته بقى من كابتن عاطف طه اتفضل حته بقى بره الهواء كابتن ياسر صلاح عمل ايه بعد الماتش معاك اكيد جه على جنبه واتكلم كلام كتير معاك بعد الماتش المعادي بعد ماتش المعادي ده بالذات هو انا بصراحه ضغطي عالي بامانه والله يعني لدرجه ان انا يعني كانت الكابتن سميره معايا وانا مروح في العربيه لدرجه ان انا يعني مراخيلي جابت دم يعني من كتر الضغط العالي يوميها ياسر صلاح ما كانش كابتن ياسر ما كانش مصدق يعني بقول له ايه اللي حصل بيقول لي انا هو في ايه يعني هو يعني الفرقه كانت في حاله صعبه جدا والحمد لله يعني وهو بعد كده يعني هو مصمم يخصم منهم فلوس فانا بحاول اقنعه ان انا مش هخصم بطمنكم ان شاء الله مش هخصم باذن الله لا لازم العقاب والثواب والعقاب ده كابتن سحر في روح حلوه في جهاز كره اليد بصفه عامه بين الاداريين والمديرين الفنيين والمدربين الروح دي مكتسبينها ازاي بتعملوا ايه مع بعض بس احنا جينا اول الموسم وقعدنا كابتن ياسر صلاح ودكتوره هاله دكتوره هاله طبعا دي اختي الكبيره وصاحبتي طبعا. وحبيبتي وكل يعني حاجه طبعا طبعا عشان مديره الجهاز دكتوره هاله اتعلمت منها كتير بصراحه هايل ولسه بتعلم طبعا منها ما شاء الله عليك بصراحه ليها دور كبير في حياتي جدا الاداريه
طبعا قعدت معانا وكابتن ياسر قعد معانا وكل الناس. بص يا كابتن خالد، احنا عندنا حاجه حلوه قوي، انت ما تعرفش مين مع مين. انت ما تعرفش انا معايا فرق ايه. كابتن عاطف مع مين؟ كابتن عبد الله، كابتن حسناء، كابتن اميره، كلكم الجهاز الطبي واحد، كلنا واحد. اي ماتش حتى لو ضعيف بتلاقي كل الناس موجوده. كل الناس موجوده، دي روح نادي. ما تعرفش مين تبع مين مين طبعا. ولو لقيت حاجه بتجري تقول نعمل كذا، ممكن حد يجري يجيب ميه، ممكن حد كلنا ايد واحده. واحنا ده اتفقنا عليه من الاول. خد بالك كمان ان دي روح النادي الاهلي اساسا. يعني حتى اللي بيجي عندنا جديد من بره بيكتسب الروح دي لوحده. حلو. الماتش شغال نلاقي كل الناس جايه، كل الناس. ما بتبقاش عارف بقى ده مين اللي قاعد، مين اللي رايح، فرقه مين. دي حاجه كويسه. والحمد لله ربنا بيكرم يعني. كابتن سحر، من هناخدك شويه وانت لعيبه، يعني مستوى بيانات مصر او سيدات مصر رايح لفين من وجهه نظرك؟ مستوى السيدات لا مش حلو طبعا. الناشئات هم اللي دلوقتي طالعين. ما شاء الله. مستوى السيدات بسبب ان ما فيش منتخبات اتعملت بدري عن كده. يعني انا كنت ماسكه اداريه منتخب مصر 98 بالزبط. خدنا اول افريقيا، اخدنا تاسع عالم. الناس دي راحت فين دلوقتي؟ ولا حاجه، انتهى الجيل ده. طب ليه الجيل ده ينتهي؟ ما احنا لازم نهتم بقى 98. بس اعتقد ان حصلت خساره في كاس العالم وحصلت خساره في البحر المتوسط، ايا كان انواع الخساره، لكن في اجيال 96 كانت موجوده منتخب. حصلت 98. طبعا خساره. حصلت خساره في 98 وحصلت خساره وخدنا تاني افريقيا بعد ما كنا واخدين اول افريقيا. بس هي برضو انا شايفه ان دي امكانيات. امكانيات. امكانيات طبعا اثرت. اللي فرقنا عن الافارقه يعني دايما احنا في الناشئين بنكسب خلاص، البنات بتوعنا بقى تريد مارك في الناشئين، في الناشئين والشابات. لكن لو طلعنا الدرجه الاولى قبل كده كان عندنا تجارب بنخسر فيها. ليه؟ انا قلت، انا بقول لحضرتك الامكانيات. امكانيات يعني احنا جينا في 98 قبل ما نسافر كاس العالم، رحنا بطوله البحر المتوسط سيدات. كل البنات اصابات طبعا، طلعنا بعديها على كاس العالم مفيش. زائد البنيان طبعا بيختلف، بنيان الفرق الافريقيه غير بنيان البنات المصريه. البنات المصريه كمان بتتجه دلوقتي خلاص الجامعه، خطوبه، تتجوز. يعني مع ان الفكره دي اتغيرت دلوقتي. يعني انا شايف الاهتمام اقوى كتير جدا 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 في النواحي، من ناحيه اولياء الامور والضغط على الموضوع دي. اعتقد الاتحاد المصري في المرحله الجايه ممكن يستجيب او ممكن يبتدي يفكر في المواضيع دي. بس يعني هو انت عارفه الاتحاد المصري دلوقتي عنده كاس العالم والولاد في، هو داخل مع الولاد اكتر طبعا. طبعا بالظبط، وهما فعلا بيحققوا الولاد يعني برضو. يا رب نتمنى ان شاء الله. ربنا كابتن عاطف طه، اتفضل. المستقبل في النادي الاهلي والمرحله اللي جايه الست شهور الجايين عندنا ايه بالظبط؟ وتتمنى ايه في سنه 2019؟ والله يعني هو المستقبل باذن الله، باذن الله لكره اليد ناشئين في النادي الاهلي، المستقبل ليهم وفي كذا فرقه في النادي الاهلي تبشر بخير، وتبشر ان هم دول هيبقوا لعيبه منتخب مصر ابتداء من فرقه 2006 و2007. يعني لعيبه ما شاء الله عليه، قوه جسمانيه هايله، مهارات يعني، واهاليهم بصراحه يعني مش مقصرين جدا معاهم، بيتعبونا احنا بس. احنا عندنا منتخب 2002 معظم اللاعبات من عندنا، من النادي الاهلي طعمين كمان ب 2004. والمستقبل كله يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا يعني احنا كل جميع المراحل المنتخبات لعبت النادي الاهلي. وبالنسبه لفرقه الدرجه الاولى، احنا السنه دي كابتن ياسر صلاح وكلام من ده، يعني لما قعدنا وكلام من ده، حتى اللي بيلعبوا في الفريق الاول السنه دي في من 2000 ما شاء الله، ومن 2002 صعدناهم وبيلعبوا مع الفريق الاول، ودول ان شاء الله باذن الله هم مستقبل كره اليد في مصر في المرحله اللي جايه. وانا بشكرهم جدا بصراحه، علشان وبشكر فريق الدرجه الاولى وكابتن ياسر صلاح طبعا، علشان كلهم طلبه ما شاء الله، في اللي في هندسه واللي في طب واللي في كذا، برضو بيقدروا يوفقوا بين الماتشات والتدريبات. علشان ياسر صلاح ما عندوش حته ان العاطفه دي خالص، ما عندوش عاطفه خالص. كلمه اخيره لمجلس الاداره كابتن عاطف طه. مجلس اداره النادي الاهلي بصراحه بقول لهم بالتوفيق ان شاء الله دايما، وبشكركم جدا جدا على اي حاجه احنا بنطلبها بصراحه بتستجاب. وان شاء الله نوعدكم ان الدوري والكاس والسوبر بامر الله، بامر الله بتوع النادي الاهلي زي ما تعودنا دايما. والف الف شكر ليكم واداره النشاط الرياضي ومجلس الاداره. كلمه اخيره من كابتن سحر محمود، كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، لمجلس اداره النادي الاهلي. نشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، هو عامل بصراحه عامل معانا مجهود عظيم. يعني اداره النشاط الرياضي، لا انا شايفه ان في اهتمام غير قبل كده. تمام. بالفرقة الجماعية بالذات. منظومة رائعة، وكل سنة وانتم طيبين. ويعني نورتيني وشرفتنا يا كابتن عاطف. ربنا يخليك يا كابتن. ودايما فرق اليد مشرفانا ومنورانا، ودايما فرق اليد في المقدمة سيدات أو رجال.
نتمنى في المرحلة الجاية بإذن الله حظ كثير أو كل البطولات اللي جاية لإرضاء وإسعاد جماهير النادي الأهلي. في نهاية حلقتنا شكرا وإلى اللقاء.